الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. سبحان الله سبحان الله. والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم.